الحدث الثقافي الأكبر في الشرق الأوسط والمعرض الأكثر جماهيرية في العالم. سطور المعرفة والثقافة التي تواصل مصر تدوينها وكتابتها في كل حين وفي كل معرض للكتاب. نلتقي ونحاور كبار المبدعين ونشتبك مع الأفكار الجديدة وننصت دوما لعقول الكبار. نرصد كل الفعاليات والندوات ونحتفي بقوة مصر النعم. ننهل من رحيق الحضارة ونسبح بين ألوان الفن وظلاله ونقرأ الرواد والمواهب الجدد. ونقلب معا في صفحات العلوم والفنون. حلقات ميدانية في أروقة الناشرين العرب والمصريين. نتجول بصحبة ظهور الثقافة والفن. هنشوف أول تطبيق لشعار المعرض في دورته الحالية، نصنع المعرفة ونصون الكلمة. نصنع المعرفة ونصون الكلمة. نصنع المعرفة ونصون الكلمة. تغطية خاصة للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب على قناة مصر الأولى.